مصادر الحدث بمقتل جندي وإصابة 8 على الأقل باستهداف مركبتين عسكريتين بصاروخي كورنيت بالجليل الأعلى، كان قائد كتيبة في إحداهما وذلك في مستوطنة تل حاي في الجليل الأعلى، فيما تحدث إعلام إسرائيلي تحدث عن حادث صعب على الحدود الشمالية واستدعاء مروحية وسبع سيارات إسعاف. وفجر هذا اليوم شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات وقرى في الجنوب اللبناني، وهي بليدة، الطيبة، الخيام، شحين، ميس الجبل وعيترون. في المقابل أفاد إعلام إسرائيلي عن قصف جوي ومدفعي نفذه الجيش الإسرائيلي استهدف بنى تحتية عسكرية ومنصات لإطلاق صواريخ تابعة لحزب الله. جدد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي التأكيد على دعم بلاده لإسرائيل في مواجهة تهديدات حزب الله وإيران وشركائها الإقليميين الآخرين. أوستن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت أكد التزام واشنطن بردع من سماهم بالخصوم الإقليميين، مشددا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يعيد الأسرى لدى حركة حماس، وعلى التوصل أيضا إلى حل دبلوماسي دائم للصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يسمح حول المدنيين على الجانبين بالعودة إلى ديارهم. قبلها أيضا أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إطلاق مرحلة جديدة من الحرب على الحدود الشمالية ونقل مركز الثقل العسكري إلى هناك، كما أشاد بالإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية. رشيد مركز كوفيد نفتتح مرحلة جديدة من الحرب على حدودنا الشمالية، ومركز الثقل يتحول إلى هناك من خلال تحويل الموارد والقوات. حرب الشمال تتطلب منا التعاون الوثيق بين جميع الأجهزة، والجيش الإسرائيلي حقق بالتعاون مع الشباك والموساد إنجازات ممتازة، والنتائج كانت مبهرة للغاية. وهدفنا من ذلك هو إعادة سكان مستوطنات الشمال إلى منازلهم سالمين. وفي ظل رفع حالة التأهب قرر الجيش الإسرائيلي، حيث أفادت إذاعة الجيش، بتحويل قوات مقاتلة من الضفة الغربية إلى الحدود مع لبنان. وأمس أفادت الإذاعة بتحريك فرقة النخبة 98 من قطاع غزة إلى الحدود الشمالية مع لبنان، وتضم 3 ألوية للمدرعات والمظليين والكوموندوس بحسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي. رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي بدوره وخلال جولة تفقدية لقيادة المنطقة الشمالية أكد عزم قواته على تأمين عودة سكان الشمال وجهوزية الجيش لتنفيذ خططه وتكبيد حزب الله اللبناني أشد الخسائر وفق قوله. نحن نحارب في غزة منذ قرابة العام، حيث ما زال أمامنا هدفان رئيسيان وهما تفكيك حماس وإعادة الرهائن. لقد حققنا الكثير من الإنجازات، لكن ما زال الطريق أمامنا طويلا. لدينا الكثير من القدرات التي لم نستخدمها بعد، ونحن على مستوى جيد من الجهوزية ونعد الخطط للمراحل المقبلة. كلما نعمل على إنجاز مرحلة معينة تكون المرحلتان القادمتان جاهزتين للتنفيذ، وفي كل مرحلة يجب أن يدفع حزب الله ثمنا باهظا. وبظل هذه التطورات الميدانية شهدت أمس مناطق متعددة في لبنان سلسلة جديدة من التفجيرات التي طالت أجهزة اتصال يدوية محمولة من نوع ووكي توكي، وذلك بعد يوم واحد من انفجارات مماثلة استهدفت أجهزة النداء البيجر التي يستخدمها عناصر الحزب. وبحسب مصادر الحدث فإن مئات الأجهزة اللاسلكية من نوع
آيكوم انفجرت في أيادي عناصر الحزب وأحدثت انفجارات قوية، كما أدت لاندلاع الحرائق في بعض المنازل والمحال والمركبات، وخلفت تفجيرات اليوم الثاني 20 قتيلا ونحو 450 مصابا، فيما ارتفع عدد القتلى جراء تفجيرات اليوم السابق إلى 12 ونحو 3000 مصاب. هذا وأقرت هيئة البث الإسرائيلية بوقوف إسرائيل خلف تفجيرات أجهزة اتصال حزب الله، وقالت إن العناصر المستهدفة هم عناصر قوة الرضوان في الحزب وفق تعبيرها. أيضا مشاهدينا، للوقوف عند آخر التطورات الميدانية والتصعيد الحاصل على الجانبين اللبناني والشمالي الإسرائيلي، تنضم إلينا من القدس زميلة لانا كولغاسي مراسلة الحدث، وأيضا تنضم إلينا من بيروت مراسلة الحدث الزميلة غنوة يتيم. أهلا بكما. نبدأ مع لانا، حيث تابعنا بأن هيئة البث الإسرائيلية منذ قليل تحدثت عن مقتل جندي وإصابة 8 على الأقل باستهداف مركبتين عسكريتين بصواريخ أو بصاروخي كورنت في الجليل الأعلى. حدثينا أكثر، وصفته القوات الإسرائيلية بأنه حادث صعب، تفضلي. بالفعل إطلاق يعني صواريخ مضادة للدروع حقيقة على ثكنة عسكرية في إصبع الجليل في الجليل الأعلى، أدت بنهاية المطاف إلى إصابة مركبتين إسرائيليتين تواجد فيهم جنود إسرائيليين، وبالتالي الحديث عن مقتل جندي على الأقل وإصابة 8 من بينهم 3 إصابات هي إصابات خطيرة حقيقة، وبالتالي هذا ربما يكون جزء من رد حزب الله على الاستهدافات بالأمس من قبل القوات الإسرائيلية أو التفجير للأجهزة التي استمرت على يومين متتاليين. حقيقة أيضا كان هناك رفع حالة التأهب، حتى إذاعة الجيش الإسرائيلية منذ الأمس كانت تتحدث عن نقل أعداد من القوات الإسرائيلية إلى المنطقة الشمالية، نقلهم من الضفة الغربية المحتلة إلى الحدود اللبنانية. على ما يبدو سوف نشهد أيام تصعيد كبيرة، خاصة بأن حتى وزير الدفاع الإسرائيلي كان قد خرج في تصريح واضح وصريح بأن إسرائيل الآن انتقلت إلى المرحلة التالية على ما يبدو من الحرب ضد حزب الله. نعم، لنا اسمح لي أن أذهب إلى زميلة غنوة أيضا لتطلعنا على آخر التطورات في بيروت بعد تعرض عناصر حزب الله بالأمس أيضا إلى صدمة جديدة مع انفجار أجهزة الوكي توكي. حجم الأضرار هو أكبر، ردود الفعل كيف هي؟ المعلومات المتوفرة لديك والتفاصيل غنوة. طبعا الرد الفعل الأول كان مطالبة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الأمن بعقد جلسة مخصصة للحديث عن هذه الاختراقات الأخيرة، خاصة وأنها وصفت بالخطيرة نظرا لأنها للمرة الأولى تحصل في لبنان وفي العالم، وبأنها أيضا تحمل لبنان والمنطقة إلى مرحلة جديدة من الحرب. أيضا يغادر وزير خارجية لبنان عبد الله أبو حبيب إلى نيويورك للمشاركة في جلسة من المفترض أن تعقد غدا حول هذا الموضوع، إضافة طبعا إلى إجراء اتصالات مع الدول المعنية بهذا التصعيد حول خطورته وحول كيف يمكن وقف هذه الهجمة الذي وصفت بحرب تقنية على حزب الله، على عناصر من حزب الله، ولكن في مناطق مدنية طبعا فيها الكثير من المدنيين إضافة إلى عناصر من حزب الله. بالطبع يوم أمس تفاجأ اللبنانيون أيضا بهجمة ثانية طالت أجهزة لاسلكي. الحجم يعني بالنسبة لعدد القتلى كان أعلى من المرة الأولى، عندما كان هناك أعلنت وزارة الصحة عن 12 قتيل خلال الهجوم الأول، ولكن خلال الهجوم الثاني ارتفع عدد القتلى إلى 20 قتيل، عدد الجرحى 450 حسب وزارة الصحة حتى الآن، ولكن هذه الأعداد مرجحة للارتفاع والتحديث دائما من وزارة الصحة. يوم أمس
يعني الجراح أو الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات لم تكن بالشدة التي كانت فيها خلال الهجوم الأول، مما يرجح فرضية أن الهجوم الأول كان هناك مفخخات أو تفجيرات زرعت داخل البيجرز، بينما اقتصر موضوع الأجهزة اللاسلكية على موضوع الليثيوم، ولكن طبعا التحقيقات لم تظهر حتى الآن ما يعني ما الذي حصل فعلا. حزب الله هو المعني رئيسا المعني الرئيسي بإجراء هذه التحقيقات. هناك كلمة اليوم لأمين عام حزب الله تتجه إليها الأنظار لمعرفة كيف سيكون رد الفعل، ما الذي ستحمله الأيام المقبلة، وأيضا لموضوع التحقيقات وكيف وصلت البيجرز وما الذي حدث بالفعل وحجم الخسائر. نعم غنوة، نذهب مجددا إلى الزميلة لانا. لانا، هل هناك أجواء من خلال وسائل الإعلام بأن كروع الحرب تدق فعلا، ومع كل هذه التعزيزات التي تم الحديث عنها ونقل الجبهة إلى منطقة الشمال؟ هناك نوعا ما الكثير من التساؤلات حتى داخل الإعلام الإسرائيلي دون أن يكون هناك حقيقة إجابات واضحة، بالرغم من أن التوتر ما زال يعني موجود على الجبهة الشمالية منذ أشهر وتصعيد حقيقي في الأيام الأخيرة، وأيضا اليوم شهدنا يعني إصابة 8 جنود على الأقل، وحتى الآن يعني ربما الأعداد هي تزداد، ومقتل أيضا جندي آخر. هذه جميعها مؤشرات بالفعل بأن ربما الحرب هي على الأبواب، ولكن يعني حقيقة هل سوف يكون هناك ضغوطات من قبل الولايات المتحدة مجددا أن تفشل موضوع ربما حرب موسعة وحرب شاملة، وأن هناك العديد من المساعي طبعا حرب أو توجيهات محدودة؟ يعني وفقا طبعا للتصريحات لنا الأمريكية فهي لا تريد التصعيد، لا تريد هذه الحرب. يبقى السؤال، هل ستنجح في هذه المساعي؟ اسمحي لي أن أنتقل مجددا إلى الزميلة غنوة. غنوة، يعني إحدى السيدات كلمتني من بيروت بالأمس وقالت لم نشهد طيلة سنوات الحرب مثل هذا الوضع، هناك شيء مريب، هناك نوع من الخوف، يعني الناس اختفت من الشوارع. حديثينا أكثر، يعني هل فعلا يستشعر اللبناني بأن هناك حرب قادمة؟ بالتأكيد، يعني ما حدث في لبنان خلال اليوم الماضيين هو فقط يعني لم يحدث فقط على الصعيد اللبناني بل على صعيد العالم، هذا النوع من الخرق وهذا النوع من الهجوم، وهو بحسب يعني خبراء قانونيين هو اصلا ضد القانون الدولي بان تستخدم اجهزه اتصال من اجل تفجير خلال حرب وما الى هنالك، كي لا يكون هذا الامر يعني يحصل بشكل متكرر خلال حروب اخرى. بالطبع يعني نلاحظ خلال الفتره الماضية أو اليومين الماضيين هناك خفت حركة الازدحام في بيروت، تشعرين بأن الشوارع خالية. طبعا هناك تخوف بأن يكون يعني اليوم يعني ضاحية بيروت الجنوبية ليومين متتاليين تعرضت لهذا الخرق وسط وجود عدد من المدنيين. الخوف اليوم ليس فقط من أن يكون هناك حرب أوسع، يعني اللبنانيون اليوم يعيشون كل يوم أمام خرق أمني قد يؤدي إلى حالات يعني حالات وفاة وإلى عدد كبير من الجرحى، نتحدث عن مئات وآلاف الجرحى يسقطون خلال يعني دقائق معدودة. هناك تخوف حقيقي في لبنان، ليس فقط من حرب شاملة قد يشهدها اللبنانيون، ولكن أيضا من الوضع الحالي الذي كما قلت هو مريب وغريب. نعم، يعني حتى البعض وصف ما حصل في لبنان بالصادم وكأننا أمام فيلم هوليودي. أيضا اسمحي لي بما تبقى لنا من وقت أن نذهب مجددا إلى الزميلة لانا، هل من جديد لديك لانا؟ حقيقة لا جديد، ما زالت حالة من التأهب والترقب على ما يبدو على الجبهة الشمالية، خاصة بعد هذا الاستهداف الذي وصفته إسرائيل بأنه مؤسف وخطير نوعا ما. سفارات الإنذار أيضا كانت تدوي بأكثر من مرة منذ ساعات الصباح، وهذا كالمعتاد يعني إطلاق رشقات صاروخية من الجنوب ومن ثم الرد عليه من قبل القوات الإسرائيلية في بعض المناطق، حتى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أكد على استهداف بعض المناطق في الجنوب اللبناني. شكرا لك لنا.
لنا لتزويدنا بكل هذه التفاصيل والإيضاحات. أيضا الشكر موصول للزميلة غنوة التي رافقتنا بدورها من بيروت. نبقى إذن في متابعة لأي تطورات جديدة، وأشكركما على هذه المشاركة. Yeah.